كنت عايز يعني اسالك عن دلوقتي اندماج الفرق، روح لاندماج الفرق، اندماج الفرق في بدايه الموسم انت دمجت الفرق مع بعض، في فرق اندمجت مع بعض زي مثلا 99 فريق 2001 اندمجوا مع بعض، في فريق 2003 مع 2004 2005، شايف الاندماج ازاي عاد بالنفع على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ Děkuji. Nejdřív teda jedna věc. Pro mě bylo klíčové si tady uvědomit, že jsem nepřišel měnit 100 milionů. اول حاجه كان لازم ادركها واتفهم ان انا مش جاي اغير طبعا عقليه 100 مليون شخص في مصر، وبحاول اتفهم المينتاليتي والعقليه المصريه، بحاول اندمج معاها واتاقلم معاها. طبعا القرارات والخطوات اللي احنا اتخذناها في قطاعات الناشئين كان لها عده اسباب، فعشان احنا نركز مع التفاصيل ونقدر نطور قطاع الناشئين كان لازم نقلل عدد اللعيبه ونعدد عدد الفرق، بحيث يكون في كل فرقه 25 لاعب في كل فرقه عشان نعرف نركز في التفاصيل معاهم ونقدر نطورهم. طيب لازم يكون عدد اللعيبه اقل وعدد الفرق اقل. تمام.